لازم تلاقيه لو سمحت. طيب خبريني سيدي كيف وصلك؟ كان بصندوق البريد. آسيا جابت الظرف لأنه مكتوب عليه اسم عروة حطته بغرفته. فيني ناديلك آسيا تسألها إذا بتحب؟ إيه يا ريت. آسيا آسيا تعي تعي لو سمحتي. نعم. كنت بدي أسألك عن السيدي اللي وصل وكان عليه اسم عروة، لسه متذكرتي؟ ها إيه. في شي لفت انتباهك بوقتها؟ شو بيعرفني يعني؟ إذا في شي بكون نسيته. آسيا لو سمحتي حاولي تتذكري، ضروري كتير. إيه أنا شفت حدا بوقتها. ها جود كان موجود على الباب، ممكن هو يكون شافه. قلتي جود؟ إيه. طيب أنا رح حاكي لحتى يجي. كيفك جود؟ إذا مانك مشغول هلأ ممكن تجي لعندي شوي؟ بس تجي بتعرف. جود الموضوع كتير مهم. طيب رح يجي هلأ بفهم منه. ايه طيب ممتاز، عن إذنك. تفضل. شو هاد؟ يا آسيا فتون ليش بعدت وراه لجود؟ وأنا شو بيعرفني تحسين؟ الرجال يلي عندك كأنه شرطي وبلشوا يستجوبوني. ايه وانتي شو جاوبتي؟ شو بدك يعني جاوبون؟ عم يحققوا بخصوص السيدي. هداك السيدي اللي لقيته بالبريد، الظرف كان مكتوب عليه اسم عروة وأنا أخذته وحطيته بغرفته، وقلت لهم إني ما شفت اللي تركه، بس لما فتحت الباب شفت جود واقف هنيك ولهيك بعتوا وراه ليسألوا. من الأول قلت لكم إني ماني مرتاح لتصرفات جود يا آسيا. أهلا وسهلا جود، تفضل. شكرا لأنك أجيت جود. تا عود نحكي شوي. عم بسمعك، شو هالموضوع المهم؟ بدي أسألك سؤال مهم وجوابك بتتوقف عليه أشياء كتير مهمة. أنت بتتذكر الظرف يلي وصل لعروة وطلع جواته سيدي؟ السيدي يلي كان السبب بالحادث اللي عمله عروة؟ إيه. بالوقت اللي وصل السيدي آسيا عم تقول إنها شافتك على الباب لما طلعت تاخده. فتون خانم ما عم بفهم شو علاقتي. بعرف إنه مالك علاقة، بس أنت متذكر أي شيء شفته بهداك اليوم؟ ماني متذكر. بترجاك إذا تذكرت أي شيء تجي وتخبرني فورا. بوعدك إذا تذكرت أي شيء رح خبر حضرتك. طلع بدي احكي معك. عم تتسمح لحكينا مثل الحرامية؟ شو بدك؟ بدك تقلي وين جيهان؟ جيهان ما بدها تعرف وين مكانها. بالله؟ طيب أنا هلأ رح فوت لجوا وأحكي كل شيء لأمي. يا ريت، لأني مليت من الكذب وبعتقد فتون خانم صار لازم تعرف مين بيكون ابنها. كأنك مو مصدقني. شو بدي صدق؟ أنا بحبها لبنتك، بحبها بجنون. ما أنك ملاحظ أنا عن شو تخليت كرمالها؟ ما سألت حالك ليش ما حكيت الحقيقة؟ جيهان هي السبب. كرمال ما تنصدم لما تعرف أبوه على حقيقته.
ولهالسبب أنا تخليت عن أمي. قال لي عمك عن جيهان لروح وحكيها لآخر مرة، ووقتها يمكن إذا قالت لي روح وطلع من حياتي رح دير ظهري وأرجع من مكان ما أجيت. أنا ما بدي زعلها مني، أنا بحبها لجيهان، واللي سمعته مني هلأ إذا مصدقه ولو شوي اللي عن مكان جيهان. سرقتوا لي حياتي مني، لا تسرقوا حبي لجيهان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.